شيشيا يا شيشي، تقدم أسرع. تمورة، سأخترق بسبب هذه الرائحة الكريهة. لا أدري كيف يعيش هذا الكسول تمور وسط هذه الرائحة العفنة. ها ها، ما هذا؟ اتركني. النجدة، 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 النجدة. شيشي، هذا صوت تمور. النجدة، النجدة، انقذوني. تمورة، اخبريني، هل يبدو انني خائف؟ نعم يا شيشي، انت خائف جدا. اذا انا فعلا خائف جدا. شيشي، عد يا شيشي، عد ايها الجبان، انقذوني. النجدة. تمور، انقذيني يا تمورة. تمور، من فعل بك هذا؟ لا اعرف، ساعديني الان ثم اسأليني لاحقا. أرجوك يا تمورة، كرري المحاولة، هيا. ما هذا؟ لقد انتشر السوس بسبب النفايات. إنهم يهاجمونني، يجب أن أهرب فورا. جدي عجوة، أنقذنا يا جدي. ماذا يحدث يا تمورة؟ لماذا أنت خائفة هكذا؟ هناك مصيبة كبيرة، أرجوك يجب أن تتدخل حالا. اهدئي يا ابنتي وأخبريني ماذا حدث حتى أستطيع أن أفعل شيئا. أيها التمر اللذيذ، أنتظرك بفارغ الصبر حتى تتعفن. من أنتم؟ وكيف جئتم إلى هنا؟ أنت الذي جئت بنا إلى هنا، نحن ندين لك بهذا المعروف. أي معروف؟ أنا لا أعرفك. ألا تعرف السوس؟ نحن سوس النخيل، في الحقيقة تلك القمامة والأوساخ التي كنت ترميها حول منزلك والنباتات المتطفلة التي تركتها تنبت في هذا المكان هي التي جاءت بنا إلى هنا. ماذا تريدون مني؟ نريدك طعاماً. أنت ستبقى أسيراً في هذه الشبكة حتى تتعفن ثم تتحلل وتصبح طعاماً لنا. ما ألذ التمر المتعفن؟ يا أهالي مملكة التمر، السوس عدونا اللدود يهاجم بيت تمور الآن. جدي عجوة، لماذا نتحمل خطأ وإهمال تمور؟ كسله وعدم اهتمامه بنظافة بيته هو الذي جلب السوس إليه. صحيح يا شيشي، تمور أخطأ في حق نفسه وحق مملكة التمر، لكن عدونا السوس شرس وهمجي ولن يكتفي بمعاقبة فرد واحد. إذا لم نوقفه فسيواصل مهاجمته ويستولي على بيوتنا حتى ينخرها ويقضي علينا جميعا. هيا، ماذا تنتظرون؟ هيا تحركوا قبل أن يقضي السوس على مملكتنا. هجوم، هجوم. هيا يا تمور، قم وأكمل عملك، وطنك يستحق أن يكون نظيفاً كي تبقى بيئتك جنتك من غير شرور وأشرار.